يصارع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبقاء في منصبه، بينما تتصاعد الأصوات المطالبة باستقالته حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد إقراره بحضور حفل أقيم في حدائق داونينغ ستريت حينما كانت تدابير الحجر للوقاية من وباء كوفيد مفروضة. أظن أن هذا يعكس شيئاً من السلوك البريطاني القائم على الإيمان بالتصرف النزيه وبأن المعايير المزدوجة غير مقبولة على الإطلاق، ولا أن تكون هنالك قاعدة لهم وقاعدة أخرى لنا، وهذا ما أثار غضب الشعب البريطاني، وهو ما قد يشكل ضربة قاضية الآن لبوريس جونسون. وأرسل السكرتير الخاص لبوريس جونسون الدعوة إلى الحفلة لنحو 100 شخص، ونظمت هذه الحفلة في فترة قاسية عانى خلالها البريطانيون كثيرا من التدابير المفروضة للحد من انتشار الوباء. وتقدم الرئيس المحافظ البالغ 57 عاما والمثقل بسلسلة فضائح باعتذار الأربعاء أمام البرلمان، قائلا إنه كان يعتقد أن الحفلة التي أقيمت في حدائق مقر رئاسة الحكومة في لندن في 20 مايو 2020 كانت اجتماع عمل. كان اعتذارا قصرا، يبدو مما يمكنني رؤيته أن السيد جونسون انتهك القواعد عندما كنا نحن البقية ملزمين بالامتثال لتلك القواعد وكنا ندفع شخصيا ثمنا لذلك. أظن أن تبعات هذا الأمر لا يمكن أن تكون سوى أن يفعل السيد جونسون الشيء الصحيح ويستقيل. كذلك اعتذر مكتب جونسون للملكة إليزابيث الثانية بسبب فضيحة حفلات داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها فيليب، فيما كانت البلاد تخضع لتدابير إغلاق.